أوه. والله ما في أي فرق زي ما هو. ها يا شباب الله. أهم شيء المصور حاط التوقيع حقه. هذا والله صراحة صورة زي ما هي. ها ناصر، ناصر توقع مين؟ شوف توقيع الرسام. اقرب جاي اقرب جاي. رسمة رسمة. ايش؟ ها؟ من اللي ما عرفته؟ مين؟ ما عرفته انت صايم للان. لا زمان. وسند. والله في نوعيه. تعال ابو سند تعال بازي ما شاء الله واسماء ونوره وبنت لابوي وهدي والمجداوية متألقة كلهم عرفوك ما شاء الله تبارك الله. لان الصورة منتشرة. تعال علما علما علما. هذه الصورة طلبوها مني المدرسة أولى ابتدائي وجابني أبوي الله يغفر له ويرحمه عليه فروة. أبوي كان الجو بارد ودخل المدرسة أبوي وأنا جنبه وقف عند باب أولى ابتدائي. طلع المدرس قال له كيف حالك شلون؟ خذ الولد. المدرس ينظر الولد وين؟ ما في ولد. قال وين الولد؟ قال هنا كان. وينه؟ شوفون رجلي تحت الفروة ما ماسك أبوي تغطى بالفروة مع أبوي. ادخل وعلى طول مش الوالد. أبو سند تعال هنا. مو مثل الآن. عشان وجهك يصير واضح. مو مثل الآن تجد الواحد الابتدائي لازم يقعد مع أبوه أسبوع. لا أنا على طول بس جاء. طبعا كم هذا؟ ألف تقريبا بس. كان عمري 6 سنوات. مو عمرك عام كم؟ 1400. لا لا 13 يمكن. نكذب 13 سنة عمره سنتين نكذب. قبل يدخل جمال الحرم. يعني 99 اي تقريبا 99. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو سند. وين طفولتك كانت؟ بالرياض ولا بالزلفي؟ اي في الزلفي. الزلفي كله في الزلفي؟ كله في الزلفي. زلفاوي اصلي مو زي بعض الناس جدا طلعوا الرياض ونسوا الزلفي. الله عليك. يا الصورة اللي بعدها. ونعم والله يا ابو سند. والله العيون ما شاء الله زي ما هي. متكحل عيونك من منذ مبطي ها؟ شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.